يا حياتي يا عمري. أتمنى ولا أتمنى أن لا يتجاوز حدود التمني بين الإفريقي والنادي الذي حملاً، فالبطولة بدأت على دفعات. عشاق النادي الإفريقي وعشاق حملاً فالنشيد الرسمي، ثم نعود إن شاء الله. خليل، الكرة الأولى في الموسم بالنسبة للنادي الإفريقي، للقادم من كانو ياوندي الكاميروني 19 سنة، إبراهيم موشيلي المرمى، أيمن المثلوثي، قلت أنه أيمن المثلوثي بعد أكيد. هو الجولة الأولى، الجولة الافتتاحية للبطولة، اللاعب أحمد خليل يلعب اختار بالخيثر والكرة الأولى للنادي الإفريقي، ولكن فارت واحد من أعمدة نادي حملانف وكان قادو للعودة بعد نجم قلوب بين ظفرين ملحمة في البلاي اوف قادها المدرب ماهر الجيزاني مع ماهر، على ما يبدو اللي باش ينفذ ليه خليل المحرز بالراجع، هو موجود البلبول موجود في المستوى الدفاعي زياد بن سالم في رسل المسكيني، وكذلك هذه كرة من بلال الخفيف بيحاول يوزع، ممتاز بسام البلعابي، ممتاز بسام البلعابي في هذه الكرة الحقيقة كما قلت البلعابي مهدي قاف في رسل المسكيني في الحوار، والتدخل الدفاعي من غيثا الصغير يعود بأدوار دفاعية، غيثا الصغير زكريا لعبيتي يحاول المرور يسقط والحكم يقول ما فما شيء لزكريا لعبيتي، يحاول على الأقل في جدة ثغرة لعب اليساري المنتدب الجديد، شوف الإعادة مرة أخرى تدخل ناجح وعودة زياد بن سالم، وكذلك ملاعبي معز عبود بالفعل أمامكم، معز عبود تدخل ناجح في الحقيقة، ولو أنه حاول وبحث اللاعب زكريا العبيد على الخطأ في منطقة، يعني ربما بناء هجمة منسقة، ولكن توصل ساساركو للكرة لشماخي مرة جانبية، ممتازة الكرة للنادي الافريقي، كرة طويلة بدأت من احمد خليل تلعب لساساركو يمر ويمهد ويمد الكرة للاعب ياسين شماخي في اول لمس الكرة، هاو الاعادة بالخيثر، ساساركو يراوغ وينجح في المراوغة من دفاع الهمهمة، واول محاولة جدية للنادي الافريقي وفي المباراة ككل في مباراة الجولة الافتتاحية، هاو الاعادة تقريبا يعني سنتيمترات قليلة كانت تفصل اللاعب ياسين الشماخي على افتتاح التسجيل للنادي الافريقي. النتيجة لم تتغير، هذه كرة هجمة لنادي حملانف حذيري من الخطر، التسديد ليه ويبقى مازال، هذه حملانف هدف ليه، وكرة ضاعت على نادي بوكارلين تقريبا يعني رقم 25 من حملانف يغلط، لكن الدفاع دخل اللقطة، شوف مرة أخرى رجعت له ملك جمال التحضير، لكن ما ثم حتى حد في الكرة الثانية، ضاعت ممكن يعني على دفاع وغط هجوم نادي حملانف، ثم اللمس ممكن على الصورة خرج الميدان، لكن أعطى سبقية اللقطة جميلة من مالك جف بلال الخفيف، توصل المنوبي حداد يبدل على اليمين مختار بالخيثر يوزع الحارس، الحارس علي القاسمي ممتاز جدا، الحارس زاد علي القاسمي ما لقاش صعوبة كبيرة خاصة في الكرات العرضية اللي ديما تجي من جهة مختار بالخيثر في هذه المباراة، في هذه الفترة الأخيرة من المباراة خلينا نقول، شوفوا الكرة فما فقدان للتوازن نوعا ما في البداية، ثم يرجع اللاعب مختار بالخيثر، المنوبي مقوسة كالعادة تصطدم، يبقى الأخطر والصعود من القاسمي في مرة أولى ثم مرة ثانية الركنية الثانية، ممتاز الهجمة الأخيرة من الاستيميتا، يعني كانت عدي بالحاج صعوده، وكذلك اللاعب على الجهه اليسرى محرز بالراجح كان ممتاز جدا في الصعود لمحرز بالراجح، يعني خلل على مستوى الجهه اليسرى للنادي الافريقي استغله خلدون منصور، هاو الاعاده شوف كيفاش هرب من رقابه واستغل تكسير التسلل ربما اللي جاي من الجهه اليمنى نتاع بختار بالخيثر يدخل لل 18 الامداد مباشره، ولكن الكره فوق مرمى الحارس ايمن البلبولي اللي مشى مباشرة وتوجه للحكم المساعد الأول رمزي بن فرج يقول ربما فما عملية تسلل قدرها أيمن البلبولي في العملية الأخرى، كرة في
مختار بالغيثر التوزيع كالعادة ملمترية بالرأس الدفاعي بعد الأخطر. تبقى مرة أخرى النادي الإفريقي، ياسين الشاب ما يخدر بالكرة يبحث عن المساندة لكن الضغط لأبناء الهمامة طويلة، عكس الهجمة لحملنف لمن خلدون منصور. خلدون منصور يتبع في بلال عيفة، خلدون يحضر يسدد وما زال أخطر لأبناء حملنف، وكرة بجانب المرمى جانب المرمى كاد يغلط بها غيث الصغير ويسجل ولا أهداف النادي الإفريقي. هجمة معاكسة لمرليه، الكرة تجاوزت الأحداث، الكرة مرت وخرجت يعني. ثم بطاقة صفراء موجودة في وجه بلال العيفة، أكيد ما عنده حتى حل في هذه الكولي ينهيها أكيد جدا نزية. عامر شوشان بالتعادل سلبي، ولكن تعادل عادل بين الإفريقي وحمام الأنف. تعادل في بداية الموسم وانتهاء المباراة، نتيجة 0-0 ما بين نادي حملنف والنادي الافريقي في ملعب اولمبي رادس. هذا بالنسبة للمباراة الجولة الافتتاحية. نذكر اكيد موعدنا والمواعيد الرياضية ديما على القناة الوطنية مستمرة اكيد، والبطولة بطولة الرابطة المحترفة الاولى بشكل حصري على القناة الوطنية. تابعونا، هذه بداية موسم ان شاء الله تكون واعدة، ان شاء الله تكون ديما الكرة التونسية بخير. هذه ابرز اللقطات والكرة الاخيرة اللي كانت أمامكم، الكرة متاع زياد الزيادي والفرصة اللي مرت في آخر لحظة على نادي حملنف. يعيشوا الناس ويموتوا يوريك ما يعرفوكم باسمك وكتبوكم جامعي تلعب عليك عاصمية داريس ما بليش أحد.